انا عايزه اعرف بقى ايه الليله اللي ما فيهاش ستات خالص. الاقي ست يا جماعه، ست طيب بليز. ست مدحت من القاهره. اهلا يا استاذ. اهلا وسهلا، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. بصراحه انا شفت طبعا الحلقه كويس، الموضوع جميل جدا 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 جدا. هايل. اللي هايل فيه بقى ان احنا مختلفين كليا وجزئيا حسب الثقافه للست، حصل ثقافة للراجل كويس، وحاجات كتيرة جدا. لكن هي في جزء مهم فعلا المرأة المصرية بتهمله. ايه هو؟ فعلا الست بعد ما تتجوز اهمالها في نفسها، واهمالها لزوجها بعد الولادة. ايوه، عندها ولادها في المقام الاول تمام، وممكن يكون اهلها في المقام الثاني. خدت بال حضرتك؟ يعني ولادها في المقام الاول واهلها في المقام الثاني، والراجل اللي انيها ده بيجي ثالث حاجه بقى، ومش مشكله بقى. الله ينور على حضرتك. يعني. الله ينور عليك. ده بيسبب مشاكل كتيره جدا، مشاكل تؤدي الى انهيار العلاقه اولا، ثم انهيار البيت ثانيا، ثم انهيار الاولاد ثالثا. الله ينور على حضرتك. طبعا هو ده الجزء الاهم، ويمكن انت لاحظتي كل الرجالة اللي دخلوا في الموضوع أو اللي دخلوا عملوا مداخلات لحضرتك كانوا بيتكلموا في العلاقة تمام بين الست والراجل. تمام؟ يعني لما يبقى الراجل قايم بكل واجباته، بيت، زوجة، شغل، حياته ده حياته. يعني معظم، بص هقول لك حاجة أستاذ مدحت، مظبوط؟ أيوة. طيب استاذ مدحت هقول لك حاجه، معظم الشكاوي اللي جت هي الاهمال في العلاقه الحميمه ما بيننا، يعني اللي هي حقوق الشرعيه. تمام. احنا عندنا مشكله، خلينا نعترف بده وفاء، ما اعرفش لو توافقيني ولا لا، في الثقافه دي. تمام. انه الست مش مدركه ايه الواجبات اللي عليها كما ينبغي. تمام. وحتى لو عملتها بتعملها بطريقه الواجب. تمام. فده بيتنقل بيترجم على طول عنده ان ده واجب فبناقص. تمام. دي حاجه، ودي مساله تربيه من الصغر. لا بس مفيش حاجه اسمها كده، يعني مش عارفه واجباتها ازاي. يعني اقصد اقول انه في ستات كتير بتعتبر ان ده واجب عليها ان هي تعمله، فبتؤديه كما ان هو واجب فعلا. لا بس دي بقى سوري معلش غبيه. من الاول اقول لك انها غبيه. سيب انها نجحت واشتغلت بغبيه. يعني ايه ده حب؟ بيسموه ميك لاف. بالظبط. يعني هو بقى مش حاسس ان هو ميك لاف، او لا خلاص مش عايزها، عنده حق. بالزبط. لكن هنا هي ممكن ما بقاش كده يا ايمان، هو ممكن تبقى هي تعبانه وعايزه تنام. لا تعالي عن نفسك شويه، احنا انت بتتكلمي على الدراما، هو هنا بيتكلم على الثقافه العامه في المجتمع المصري. بس برضو دي ست سوري معلش تبقى غبي. غبي؟ ما هو ده غبي. بس انا عايزه كمان اتكلم. سوري، هو معانا على التليفون؟ مدحت معانا. مدحت معانا. معاك يا فندم. هي مهمله في حاجات تانية يا مدحت. انا بشوف برضو اهمال الست لبيتها نفسه. اهمالها في نفسها ده برضو المهمله دي، مهمله في كل حاجه، ولا ايه رايك؟ لا تمام، انا بتفق مع حضرتك كليا وجزئيا. يعني الست المهمله بتبقى مهمله في كل حاجه يعني. طب هي مراتك بتشتغل؟ لا كمان، ربنا يجهلك. طب انت بتشتكي منها ولا حاجه؟ احنا بنهدي نفوس يا مدحت من اللي احنا بنتكلم فيه ده. بتشتكي من اللي احنا بنتكلم فيه مدحت؟ ما احنا بنتكلم بصوت عالي عشان نفهم بعض. انت بتشتكي ان حقوقك الشرعيه مش موجوده. تمام. بحجه ايه؟ هي بتقول لك ايه لما بتناقشها؟ بتقولها انا محتاج لك، بتقول لك ايه؟ نفس اللي حصل مع الدكتوره. بس هي ما بتشتغلش المبجله. لا كمان ما هي بقى شغاله في البيت الولاد. ما انا برضو تعبانه، الولاد تعبيني طول النهار. نرجع للاهم، زي ما حضرتك قلتي، حتى لو اتعمل يبقى فيه واجب بيتقضى، وليس ان فيه موده ورحمه زي ما ديننا الحنيف قال. تمام؟ تمام. ان في حب في البيت، الحب تمام. ما بيبقاش موجود. ودي الكارثه اللي كلنا بنعاني منها. انتوا متجوزين بعض عن حب اصلا يا استاذ مدحت؟ نعم. متجوزين بعض عن حب اصلا ولا جواز صالونات؟ لا جواز صالونات. كنت متاكده. ليه؟ طيب. كمان في صالونات يعني ربنا يهدي الحال. هو عموما مش شرط. وعايزه اقول لك ان في جواز عقل، جواز صالونات، وبينجح جدا. ليه؟ طب ما جدنا وجدتنا اتجوزوا كده.